هلا فيكم معي بهذا الفيديو يلي أنا حأشرح لكم فيه كيف فيكم أنتم تبدأوا بتفعيل وتطوير بعض الأشياء يلي حتساعدكم فيها، سواء كنتم مختصي رعاية صحية أو ما لكم مختصي رعاية صحية. كثير من الخبرات أنا اكتسبتها خلال الخمس سنوات الماضية، و أنا هلأ حابب أني أوثقها وأشاركها مع كثير من الأشخاص المهتمين اللي عندهم باشن عالي أنه هن كمان يستفيدوا منها. هلأ بالنسبة لإلي أنا، فكثير بحب أني أشارك الخبرات هاي، بحب أني أتعلم من الأشخاص نفسهم اللي هن يعطوني فيدباك، وبنفس الوقت help and enjoy. فبالنسبة ل الشيء الأول اللي هو how to learn faster، فأنا فيني ساعد الشخص إنه هو يتعلم بسرعة أعلى، وهذا الشيء بيكون بالاعتماد على tools. هالtools هاي أنا شاركت بعضها بالفترات الماضية، ما شاركتها كلها لأنه بالأصل أنا كان عندي كتير أشياء عم ساويها، وبالأصل كنت يعني غائص بتطوير خبراتي يعني بهالمجال هذا، فكنت أنا حابب إني أوصل لمرحلة يعني عالية فيها واستكشف أدوات أكثر، بعدين أوثق خبراتي وأشاركها مع عدد أكبر. فبالنسبة لهالشيء هذا كتير حيساعد المتعلمين بعصرنا هذا اللي هو عصر المعرفة بامتياز. يعني بنفس الوقت، كيف هو الشخص يعمل organization للknowledge والمعلومات هي مترامية الأطراف عليه، ويعرف شو هو يتابع وشو الأشياء اللي بتفيده أكثر من أشياء تانية. فعلى مدى السنوات الماضية قريت آلاف المقالات، وبنفس الوقت تابعت مئات الفيديوهات والمواد الصوتية، ومثل ما قلت لكم أنا بستخدم tools وليس فقط أني أنا بحصل على هالمعرفة هي، لا، لأنه without tool you cannot do anything. يعني المعرفة لحالة ما بتكفي، فأنت بحاجة لtool معين، سواء كان هذا التول حيساعدك بزيادة سرعة السماع أو المشاهدة مثلا، أو هذا التول حيساعدك بأنك أنت مثلا يعني تتحول المادة التعليمية لشكل آخر بسهل عليك تعلمها، وبنفس الوقت تكون أنت مرتاح حتى لو أنت كنت عم تسوق السيارة أو أنت كنت مثلا عم تمشي. فأنت كيف فيك تستفيد من هالتولز هي بزيادة سرعة تعلمك، وتعرف مثل ما قلنا شو عم تتعلم ومين عم تتعلم، شو هو الشخص اللي أنت عم تتعلم منه، هل هو فعلا خبير لدرجة معينة لحتى هو يعني وصل لك هالخبرة تبعه إلك وانت تطبقها ولا لا. فبقصد انا هون بالسرعة، مو بس فقط كسرعة التعلم بعدد الصفحات او المقالات او الكتب او المواد الصوتية او المرئية او اي شيء تاني، وانما ايضا بنوعية الشيء اللي انت عم تتعلمه من الاشخاص النوعيين الجاينتس يعني اللي انت عم تتعلم منهم. فهذا الشيء كتير مهم. فانا بقصد بالليرن فاستر ليس هو فقط بالكمية، وانما هو ايضا بالنوعية، بالنوعية اكثر من انه كمية. كيف انت تستخدم اب معين، هذا الاب بيساعدك بانك انت يعني تتابع اخر الترندز بالمجال تبعك او اي شيء انت حابب تطور حالك فيه، وانا هذا الشيء بتبعه. طبعا ما خبرت كثير اشخاص عن هالشيء، ولكن انا بتبعه، مطور اب خاص فيني الي، ما شاركته مع حدا لانه هو خاص فيني. يعني بقصد كل شخص لازم هو هلا بهالعصر هذا يشوف شو هي الطريقه اللي هي بتناسبه. وانا من الاشياء اللي اكتشفتها انه تطوير مثل هالاب الخاص فيني انا بالاشياء اللي انا بتابعها، سواء كان فيديوز ارتكلز وات ايفر باللغه الانجليزيه. طبعا في اشخاص يمكن يكونوا متعلمين اللغه الصينيه او الروسيه او الالمانيه وات ايفر، بس اللغه الانجليزيه هي لغه العلم الاولى والنمبر 1 يعني بالعالم. فانا بتابع بالانجليزي وبسرعات عاليه حتى. فاستخدام مثل هالاب هذا اللي انا طورته، اللي انا كمان فيه ساعدك بتطوير اب خاص فيك باسمك انت يعني، بس لا اعرف انه شو الاشياء اللي انت حابب تتعلمها، فانت بتقدر تتابع الاشياء اللي انت تحبها باي وقت باي مكان وبشكل very professional يعني.
ومو بس هيك يعني تفرق حالك خلال 6 شهور أو خلال سنة إذا كان عندك فعلا العزيمة الجريت اللي حكينا عنه، أو إذا كان عندك الباشن هذا اللي يخليك إنك أنت تستمر لحتى تكون more distinctive، وحتى أفكارك تكون distinctive أكثر، مميزة أكثر، وقادر إنك أنت تأثر بشكل أكبر. أوكي، هنحكي عن الأشياء أكثر. طيب إذا مفهوم الآي ريدينج with best tools and apps، حتى أنا يعني بحاول إني استكشف apps جديدة وأشياء تانية، ف بس بعد ال5 سنوات اللي مرت اكتشفت كتير أشياء كتير، يعني لدرجة إنه قلت لحالي إمتى بدك تشارك الخبرات هاي، لأنه صارت يعني أوفر وصار لازم إني أنا أوثقها، وأنا بصراحة ما وثقتك، إني وثقت بعض الأشياء اللي هي مثل مهارة التعلم السريع وكيف تطور إنجليزيتك بشكل بروفيشنال أو مميز، ولكن ما شاركت بقية الأشياء أبداً لهلا. يعني الماجوريتي أوف of my skills I didn't share with anybody. فأنا حابب هلا إني أوثقها، لأنه هذا الشيء حيساعد كتير منكم مثل ما قلت لكم إنكم تستفيدوا منها. فيعني استثمرت أكثر من 6000 ساعة تعليم على مدى السنوات الخمسة الماضية. 6000 ساعة is not an easy number، يعني very difficult. وحتى قدرت اني اطورها بشكل عملي وتطبيقي وليس مجرد معلومه، يعني مجرد تطبيقي، شيء تطبيقي انك انت تستفيد منه. اوكي، so you will be able to increase your learning speed, learning from the giants not from anybody else. يعني ما تضيع وقتك مع اي شخص، وانه في اشخاص giants اللي عندهم افكار great يعني مختلفه عن اشخاص ثانيين. ف enjoy learning and apply what you mastered how to use web tools that help you to learn better. يعني في عنا tools، ما عنا فقط معلومة فقط وبس، لا، في عنا tools حتساعدك كتير. طيب كمان الشيء تاني اللي أنا حابب إني شاركه واللي لهلا كمان ما شاركته أبدا هي خبراتي المتراكمة وال very professional، ومحاول طورها كمان بشكل كتير كبير أنا وزملائي بأنك أنت كيف تستخدم الفيسبوك بشكل productive، لا تخلي الفيسبوك هو يستخدمك، يعني كيف تستخدمه بطريقة منتجة، سواء كنت healthcare provider أو سواء كنت أنت يعني مجرد مستخدم عادي، أو مثلا أنت كان تخصصك محاسبة أو whatever، شو ما كان تخصصك، ولكن إذا كنت أنت مختص رعاية صحية، وأنا طبعا صيدلاني وتخصصي بالفارماسي براكتس، واستخدمت الفيسبوك بطريقة very very productive وprofessional، وبنفس الوقت قدرت أوصل لآلاف مختصي رعاية صحية، كانوا أطباء صيادلة، ممرضين، أطباء أسنان، وطلاب حتى. قدرت تزيد تأثيري عن طريق السوشيال ميديا اللي هو علم، هلأ هو ساينس، هو ساينس، هو ليس مجرد أدوات اللي احنا عم نستخدمها كل يوم، سواء كانت واتساب، فيسبوك، لينكدين، ريسيرش جيت، يوتيوب، whatever. هالأدوات هاي هي مو بس كمان لحتى هي تضيع لنا وقتنا، في أشخاص بيستخدموها كتير، ولكن حتى نحن نستخدمها بشكل إنتاجي. حتى لو أنت استخدمتها 2 أو 3 ساعات باليوم، فأنت استخدمها بشكل إنتاجي. حتى بالريسيرش اللي عملته أنا آخر شيء، نسبة منيحة من الأشخاص اللي هنا كانوا متابعينا استخدموا الفيسبوك لأكثر من 2 ساعة باليوم، لأكثر من 2 ساعة. فكيف أنت تستخدم الفيسبوك بشكل منتج أكثر؟ كيف حقق الهدف تبعك من استخدام الأمثل للفيسبوك؟ هلا أنا مثل ما كنتم شايفين أنا استخدم الفيسبوك for educational purposes، يعني حتى يعني في تقرير بريطاني قريته إنه كيف هلا هنن عم يستخدموا الفيسبوك في غايات تعليمية، مو فقط بمجرد marketing tool أو for business and for social purposes. لأن إحنا شايفين كتير من الشركات، كتير من الأشخاص اللي بيستخدموه بالماركتينج بالبزنس، بس كمان هو ما بيستخدم بالسوشيال نتوركينج، وإنما أيضا فيك تستخدمه for educational purposes وتوصل الرسالة التعليمية تبعك لآلاف الأشخاص اللي هن بمجالك أو اللي هن يعني خارج مجالك، لو أنت حابب إنك أنت توصل لهم خبراتك. هلا بالنسبة ل طريقة حتى إيصال هالأشياء هي، مثل أنا ما عم شارك لكم هالفيديوز هي، كمان أخذت معي وقت طويل جدا لحتى قدرت أنا أسويها. very difficult, very difficult, not easy, but you can master it إذا عندك مثل ما قلنا الباشن والعزيمة لحتى تقدر أنت تستخدم هالأدوات المعاصرة هي بأنك توصل الخبرات تبعك، مثل ما قلنا الأفكار تبعك بشكل هادف أكثر. طيب هلا الفيسبوك انا بستخدم فيه كثير من التولز وليست اداه واحده،
الفيسبوك فيك انت تستخدمه مثل ما قلنا ببناء اودينس كبير لك، او حتى فيك انت تشارك خبراتك مثل ما قلنا مع الاف الاشخاص، ولكن هذا الشيء بيكون صعب في حال ما استخدمت بعض البروفيشنال تولز اللي انا اخذت معي وقت طويل حتى استكشفتها، ولهلا انا عم بستكشفها، ولهلا انا عم بعمل انفستمنت فيها، او حتى انا بشتريها من البروفيشنالز اللي هن يعني فيري توب، وكيف انك انت تستخدم الفيسبوك مثل ما قلنا بشكل منتج اكثر. ف without these tools you cannot reach, you cannot be able to influence more people. تمام، يعني حيبقى تأثيرك على الفيسبوك بسيط اذا انت ما عم تستخدمه للسوشيال نتوركينج، يعني مو بس فقط انه انا عم بحكي مع رفقاتي انا بتواصل معهم بس، لا، انت فيك تستخدمه باشياء كتير مفيده بشغلك بعملك، اذا كنت انت عندك خبرات عاليه جدا فيك انت تشارك خبراتك مع الاف الاشخاص، الاف الاشخاص. اوكي، يعني هلا انا عندنا بتابعني اكثر من 150 ألف مختص رعاية صحية، في 50 ألف كمان أشخاص ما لهم مختصين، والعدد كل ما له عم يزداد. خلال 7 أشهر الماضية تابعني أكثر من 120 ألف شخص. فالفكرة هي أنك أنت مثل ما قلت لك كيف أنت تكون قادر على أنك تستخدم هالأداة بشكل فعال وبرودكتيف، وبنفس الوقت ما ضيع وقتك كتير. ففي تولز يعني عبقرية جدا، يعني حتى اللي صمموها ناس عباقرة أجانب وكتير، يعني بتساعدك بتوفير الوقت اللي انت عم تستخدمه على هالأداة الفظيعة جدا. يعني في عندك أكثر من مليار شخص حول العالم بيستخدموا الفيسبوك in a daily basis، يعني كل يوم عم يستخدمه أكثر من مليار شخص. فكيف انت تقدر تشارك خبراتك، معلوماتك، أفكارك بالطريقة الأمثل؟ أوكي، بالطريقة الأمثل، أو إذا انت كنت تشتغل بشركة سواء كان بالماركتينج أو بالبزنس كمان، كيف تستخدمه بتحقيق هذا الشيء؟ أوكي، إذن الفيسبوك هو مو بس for social purposes، هو for business, for marketing, for education, for many things. okay؟ طيب، فحكيت أنا هلا عن الأشياء هاي. باستخدام هالtools هاي أنت عم تستخدم ال SNSs أو ال social network sites in a very smart way. smart not hard. فمو إنه والله أنت إنه عم تضيع وقتك، لا، أنت هون عم تستخدم صار professional tools. without professional tools you will find it hard. رح تشوف انت هالشيء صعب جدا جدا، يعني انه مو سهل. بينما وقت انت تستخدم تولز بشكل احترافي، بشكل استراتيجي وبشكل بروفيشنال، رح تلاقي الامور اختلفت. تمام، طيب، اذا شغله مو سهله، شغله بدها تركيز، بدها متابعه، بدها انفستمنت بهالتولز هي الجديده اللي عم تطلع يوم بعد يوم. انا متابع لاحدث هالادوات هي اللي عم تطلع الخاصه بالفيسبوك بشكل حصري، غير الادوات الثانيه طبعا، لانه عندي صار كثير ادوات. انا مثلا اكثر من 300 ادوات، مثلا في اداه بستخدمها بعمل وايت بورد فيديوز مثل ما شفتوا هذاك اليوم، انا كنت عامل وايت بورد. بس عندي كمان تول الفيزيكال انا موجوده عندي هون اللي بقدر بستخدمها بعمل مثل هيك فيديوز. ف كل الاشياء هي يعني بدها اشخاص يعني هنا حابين يعني يستفيدوا من هالادوات هي، اللي هي اما تكون فيزيكال او تكون بشكل يعني مثل تولز، يعني سواء كانت اونلاين او اوفلاين تستخدمها عن طريق الديسكتوب تبعك. فهالشيء كمان كتير اخذ مني وقت وجهد، ويعني هو مو سهل، ولكن انا هلا عم اثق خبراتي بستيب باي ستيب. حصيله خبراتي هلا حصيله الخمس سنوات عم اثقها. فاي شخص مهتم، اي شخص حابب هو يستفيد من هالاشياء هي، يكون مؤثر اكثر عبر السوشيال ميديا، او حتى يستفيد من خبراته هي بشغله، فكمان هي كتير منيحه. كمان انا وفريقي اشخاص حتى الاجانب اللي بتعامل معهم فيني انه ساعد الشخص اذا كان عنده صيدليه او بيشتغل بمشفى، انه نطور نحن مثل بلاتفورم خاص بالمستشفى او الصيدليه، او حتى اندرويد ابس خاصه بهالصيدليه هي لهالشخص هذا. طبعا هي يمكن تكون شغله مكلفه على بعض الاشخاص، ولكن ات وورث ات، وهي تعتبر يعني استثمار انك انت تكون على تواصل مع المرضى تبعك بتقديم خدمات افضل. إذا كنت أنت بصيدلية، أو إذا أنت كنت هلا عم تتابعني وأنت مثلا مدير بمستشفى أو هيك شيء، فهذا يعتبر يعني الفيوتشر أوف هيلث كير، أنك أنت تستخدم هالبلاتفورمز الأونلاين بربط المرضى مع بعضهم، أو بربط المرضى مع مختصي الرعاية الصحية الثانيين، أو مختصي الرعاية الصحية مع بعضهم، أو أنك أنت كيف تعمل برامج توعية لهالمرضى هدول عن طريق التكنولوجيا الفظيعة اللي عم تطلع يوم بعد يوم.
كمان من السيشنز اللي انا كمان حوثقها هي السبيشال ابس اللي انا بستخدمها، طبعا هي ابس على الموبايل فون، وكيف هالابس هي ساعدتني بزياده البرودكتيفيتي تبعي. اذا هي ما لها علاقه بالصيدله، هي لها علاقه بالبرودكتيفيتي، لانه انا تلكم متابع بمواضيع بالرياده وبالاداره، وانه كيف الشخص يكون منتج اكثر ويستخدم وقته بشكل امثل، وكيف انه هو يستفيد من التكنولوجيا اللي بين ايديه، هي نعم فظيعة جدا يعني، نشكر الله عليها. وبالنسبة للسبيشال ابس كمان انا حوثقها بشكل فيديو، اتس نوت ايزي، لانه يعني الخبرة مو بسهولة انك انت تنقلها من شخص لشخص ثاني. في اشخاص عندهم المهارات بالاي تي ومهارات باستخدام ادوات تكنولوجية عن جد انا شفتها ضعيفة، في اشخاص يعني عن جد مهاراتهم عالية، ولكن في نسبة منيحة من الاشخاص اللي انا بعرفهم لسه مهاراتهم ضعيفة، ومو بسهولة انك تنقلهم هالخبرات هاي، انك انت تعملها الا بعد ما انك انت تتابع مع الشخص على ساعات طويلة، فهي هتكون training sessions، ولكن تبقى اوفر من 5 أو 6 آلاف ساعة اللي انا يعني اعتبرت ساعات يعني عالية الكفاءة خلال ال5 سنوات الماضية. والحمد لله يعني الواحد طور خبراته بشكل كتير كبير، صار فيني اعمل كتير اشياء بهالادوات هاي، مثل ما قلنا without any tool you cannot do anything، يعني ما فيك تعمل شيء انت بدون tool بالنهاية. طيب كمان انا فيني ساعد عن طريق اصدقائي ومعارفي والبروفيشنالز اللي بتعامل معهم بتطوير ويب سايت for you for your pharmacy، اذا انت عندك صيدلية او اذا مثل ما قلنا انت بمستشفى، او انت مثلا مالك صيدلاني بس انت حابب تطور ويب سايت خاص فيك انت، ففينا نحن كمان نساعد بهذا الشيء. وصار هلا لازم نعرف انه عصرنا هذا عصر بناء البيرسونال براند، يعني كل شخص له هو شيء بسموه البيرسونال براند، مثلا انت اسمك فلان الفلاني، فكيف انك انت يعني تعرض الخدمات تبعك اذا انت كنت تشتغل بشركه، او انت كنت عم تشتغل على منتج معين، او انت عم تعمل اي شيء مفيد لهالبشريه هي، فيكون عندك الويب سايت تبعك اللي هو يعتبر مثل بيرسونال براند لك، يعني للشغل تبعك للخدمات اللي بتقدمها انت. فبناء الويب سايت اتس فيري ريكومندد يعني فور اني ون فور كرييتيف بيبل، يعني بشكل كمان رئيسي انك انت تعمل الويب سايت الخاص فيك، واللي حيكون بشكل ريسبونسيف، لان جوجل هلا بتوصياته تبع 2016 لازم يكون ويب سايت ريسبونسيف، لازم يكون مور كرييتيف، والاستخدام الويب سايت على الاجهزه المحموله لازم يكون بشكل يعني يتوائم مع هالاجهزه هي، مع ابعاد شاشه كل جهاز يعني. فوقت انا اقول ريسبونسيف بقصد فيه انه مثلا شخص عنده موبايل قياسات الشاشه تبعه صغيره، بينما شخص عنده موبايل او تابلت قياس الشاشه اكبر، او شخص عنده لابتوب. فوقت انا اقول ريسبونسيف هون بقصد فيه انه لحاله الويب سايت حياخذ ابعاد الشاشه تبعك، او شاشه الشخص اللي حيدخل على صيدليتك، مثلا لو انت طورت موقع على صيدليتك او للمستشفى اللي انت عم تشتغل فيها او وات ايفر، فهالاشخاص هدول حيقدروا هن يستخدموا الويب سايت بشكل ريسبونسيف، هاي من توصيات جوجل. مثل ما حكينا انه انا كمان في نساعد بتطوير ليرنينج اب خاص فيك، بشرط اني اعرف شو هي الاشياء اللي انت بتحب تتعلمها، لازم طبعا اتواصل معك شو الاشياء اللي انت بتحب تتعلمها، شو الاشياء اللي انت متابعها، هل انت تتعلم باللغه العربيه بالانجليزيه بالصينيه وات ايفر، بشو عم تتعلم باللغه اللي انت عم تتعلمها، بحيث تكون على متابعه واطلاع باخر المستجدات اللي عم تصير بالعالم بهالمجال هذا. وطبعا هذا الشيء يعني انا بوصي فيه بشكل كثير كبير، لانه حتى يعني نشوف العالم بنظره ثانيه، شوف شو عم يشتغلوا، شو عم يساووا، شو اخر الافكار اللي عم تنطرح. يعني هلا عن جد انا لو انا ما بتابع اخر تطورات اللي عم تصير حتى بمجال السوشيال ميديا، وكيف عم يستخدموها، وشو هي الادوات اللي عم يتم استخدامها، حتى انا على الايميل تبعي بتوصلني دائما نيوز باخر مثل ما قلنا الادوات والويبينارز اللي عم تصير والفيديوز، حول انه شوف هلا الترند باخر استخدامات الفيسبوك او اليوتيوب او التويتر او وات ايفر، يعني هالشيء هذا الشيء لازم نحن نتابعه، صار لنا لازم نتابع، ما عاد فينا نقول انه والله مثل مره انا شفت عم يعني احد الاشخاص يعني عم يقولوا انه الفيسبوك او مثلا السوشيال ميديا ما لها فائده ابدا، وانه لازم احنا ما نستخدمها، نضيع لنا وقتنا، لانه هو البرسبشن تبعه يعني هو
قاصر عن الاستخدامات المفيدة لهالأدوات هي، لأنه بالأصل ما بيعرف يستخدمها. بينما لو عرف يستخدمها وعرف شو هي التولز اللي عم يتم استخدامها لتحقيق الهدف الرئيسي، مثل ما أنه يكون for educational purposes, for marketing, for business, whatever يعني، أو حتى بالسوشيال نتوركينج، فإذا أنت عرفت كيف تستخدمها كتير حتستفيد. بس إذا أنت ما عرفت تستخدمها عن جد حتضيع وقتك. يعني في عنده وجهة نظر بهذا الشيء، بس لازم بقى نحن نعرف كيف نستخدم هالأدوات هاي. أوكي طيب، ليش نحن طبعا عم أقول إنه كل شخص حيكون الأب تبعه مختلف عن الشخص الثاني؟ لأنه each one learn different، تمام؟ يعني ال preferences تبع المتعلم تختلف من شخص لتاني. مثلا في شخص هو بيحب يتعلم مثل ما قلنا باللغة الألمانية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الصينية أو باللغة العربية، في شخص بيحب يتعلم بشكل فيديوز، في شخص بيحب يقرأ، في شخص بيحب يشوف الصور التوضيحية الانفوجرافيكس، في شخص بيحب أشياء تانية. فكل واحد له نمط معين من التعلم. أوكي، هلا بالنسبة للريسيرشرز اللي هن متابعين معي، فنظرا إن إحنا عنا داتا بيز كتير كبيرة، يعني واصلين أكثر 150,000 متصل رعاية صحية، ففينا نحن بالتعاون مع هالريسيرشرز هدول يعني نساعد ب يعني نشر الاستبيانات الخاصة بالأبحاث المتعلقة بالفارمسي براكتس أو بالكلينيكال فارمسي أو أي بحث له علاقة بالطب أو الصيدلة أو التمريض. وهذا الشيء كمان حيساعد ب الأبحاث اللي عم يتم إجراءها سواء كان بالوطن العربي أو خارج الوطن العربي. ونحن طبعا لازم نعرف انه السوشيال ميديا صارت جدا مهمة حتى بأخذ الاستبيانات بشكل موثوق، طبعا عن طريق استخدام بروفيشنال تولز طبعا مو لحالة طبعا يعني، وعمل فلتريشن للداتا وإلى آخره. فكمان it worth it. وحتى يعني بالفارماين نحن نحاول انه نوسع الداتا بيز هاي، نحاول انه نوصل لاكبر عدد ممكن من الصيادله مختصي الرعايه الصحيه العرب وبعدين للاجانب، ولكن بالبدايه نوصل للنسبه الكبيره اللي عم تستخدم هالتولز هاي، بعدين للمختصي الرعايه الصحيه الاجانب. وطبعا حنشارك خبراتنا باللغه الانجليزيه بالمستقبل وليس بالعربيه فقط، علما اني بحب اللغه العربيه ولكن حنشاركها بالانجليزيه، ولكن ستيب باي ستيب. It's not easy، يعني الشغلة كتير صعبة ومو سهلة، استخدام الأدوات هاي أمر جدا صعب، ولكن بعد ما الواحد يعمل لها ماسترينج ويطور حاله فيها بتصير سهلة. يعني هي شغلة عجلت تاخد وقت، بدها صبر، بدها يعني تضحية، بدها استمرارية، ولكن it's worth it. تمام؟ طيب، شو هي البيست ليرنينج ماتيريالز اللي أنا يعني I have really transformed by، يعني كتير كتير تأثرت فيها وتغيرت وتطورت. كمان انا يعني الشخص اللي مهتم بهالجزئيه هي كمان هو في يتواصل معي لحتى يعرف شو هي الاشياء اللي انا كثير استفدت منها، اوكي، اكثر من اشياء ثانيه. طيب، لانه مثل ما قلنا نحن العصر هذا you are bombarded with millions of or billions حتى of information، سواء كان بشكل books, audio books, videos, articles, whatever. فأنت كيف أنت تعرف شو عم تتابع وشو هو الهدف التعليمي من متابعة المادة هاي، الفيديو سواء كان بشكل فيديو أو صوت أو مقروء أو whatever، وشو أنت شو الأبليكيشن تبعه، شو هو التطبيق العملي تبعه، أوكي؟ طيب، يعني هالقراءات والفيديوهات اللي شفتها ساعدتني أنا بالنهاية بعمل شيء تطبيقي، وليس فقط أنك أنت عم تتعلم بغاية التعلم فقط، أوكي؟ طيب، كمان أي خدمة أو أي مساعدة أو استفسار حول الحياة أو الدراسة أو العمل بماليزيا كمان أنتوا فيكم تتواصلوا معي. هلا في فورم بعد ما أنتوا شفتوا هذا الفيديو، فالشخص اللي هو حابب أي جزئية من هالجزئيات الضخمة بصراحة واللي هي كل واحدة لحالة يعني فيها فيديوز توثيقية خاصة فيها، في اللي شو هي الأشياء اللي هو حابب يتعلمها أو الأشياء اللي هو حابب انه انا او الفريق تبعي او البروفيشنالز الاجانب اللي تعاونوا معهم كيف هن يساعدوا فيها، اوكي. فالخطوه الاولى هي انه تملي الفورم وتحدد شو الاشياء اللي نحن فينا نساعدك فيها، بعدين تتواصل معي لحتى اعرف مثلا مثل ما قلنا جزئيه تطوير اب تعليمي خاص فيك انت اللي بتتابع اخر المستجدات حتى بتنزله على جهازك. يعني هي لحالها بدها وقت اني انا احكي معك وشو شو الاشياء بتحب تتعلمها وشو الأشياء اللي أنا بوصيك إنك تتعلمها، ويعني اجمع هالداتا منك
اعرف صمم لك الشيء الخاص فيك. اوكي الجزئيات الثانيه كمان العلاقه بالفيسبوك اللي هي يعني هلا هي اكثر شيء مرغوبه، مثلا كيف انت تعمل مثل هالفيديوز هدول، كيف انك تستخدم التولز اللي انا استخدمتها، كيف انك انت تعمل مثل هاللايف فيديو هذا اللي انا عم ساويه، او مثل السكتشات او الاشياء هي اللي انتم متابعيني فيها، اللي هي كلها بدها مهارات عاليه وبدها وقت، ولكن انا عم حاول اني اخفف من هذا الوقت. ف كل الاشياء هي بدها شخص يكون عنده باشن، يكون عنده عزم واستمراريه ويصبر على هالشيء هذا، لانه اذا ما تعلم هالمهارات هلا فعلا خلال كم سنه قادمه حيصير اوت ديتد. مثلا السوشيال ميديا هلا اذا مختصين عليها صحيح ما عرفوا يستخدموها بهالكم سنه هاي وضبطوا امورهم فيها بشكل بروفيشنال، طبعا عم بحكي بروفيشنال يوزنج، بروبر يوزنج اوف سوشيال نتورك سايتس، حيصيروا اوت ديتد خلال كم سنه. تمام، العالم عم يتغير بشكل كتير سريع. عدم الاستخدام الامثل للادوات هي ايه، فينا نقول اشخاص انه هذا الشيء مضيع للوقت او احنا ما حنستفيد، ولكن الاستخدام الامثل هلا شوفوا كل العالم، كل الاجانب، كل الناس البروفيشنال عم تستخدمها مثل ما قلنا. تمام، كان معكم رامز، مثل ما قلنا اي استفسار حول الحياه او العمل او الدراسه بماليزيا او اي شيء ثاني كمان فيكم تتواصلوا معي. ثانك يو فور واتشينج، وما تنسوا تملوا الفورم. اوكي، في زر سبمشن بس تضغطوا على سبميت بعد ما تملوا الفورم، وان شاء الله تواصل معكم. ثانك يو فور واتشينج اند ستي.